الائتلاف ينتقل بمقره الأساسي والرئيسي إلى المناطق المحررة. والائتلاف الآن اعتمد مجموعة خطوات كما شاهدت اليوم، خرجنا دفعة من الأطباء كلية الطب في المناطق المحررة بجامعة حلب الحرة، تخرج عدد من الأطباء الدفعة الأولى من الأطباء، وكذلك الأمر الائتلاف يبحث الآن إنشاء كلية حربية لتخريج الضباط منها، وكذلك الأمر خطوات أخرى يقوم بها الائتلاف مثل إنشاء مجلس أعلى للإستثمار وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مجلس مستقل للإعلام وأيضا هيئة لحماية الطفولة. كل هذه الخطوات يقوم بها الآن الائتلاف بخطة واضحة استراتيجية اعتمدتها الرئاسة الجديدة. هذا هو الجديد، وتأتي هذه المفوضية ضمن هذه الحزمة. يعني لا يوجد هناك أي رابط ما بين تشكيل المفوضية وبين الانتخابات المقبلة التي يعلن عنها نظام الأسد بعد 6 شهور. ذلك أن الائتلاف أكد مرارا وتكرارا ويؤكد الآن على قراره برفض المشاركة بهذه الانتخابات. لابد بداية من تحقيق الانتقال السياسي، لابد بداية من توفير البيئة الآمنة، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية. كرسي الرئاسة، الائتلاف حينما أعلن عن تشكيل المفوضية لم يقل بأنها تدعم ترشحه، قال بأنها تدعم قوى الثورة والمعارضة في أي استحقاقات انتخابية مقبلة في سوريا بعد رحيل نظام الأسد. سيبقى في سوريا مؤيدين لهذا النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. سيبقى أيضا مؤيدين لإيران، إيران تصنع الآن في سوريا ما يشبه حزب الله اللبناني. كذلك الأمر حزب العمال الكردستاني لديه الكثير من التشكيلات السياسية والأتباع، كيف سنواجههم؟ ما هو النظام الانتخابي المفضل لدينا؟ هل نعتمد نظام بدائرة واحدة أم دوائر متعددة؟ وكيف تكون هذه الدوائر؟ كيف سنهيئ الشارع السوري ونشجع السوريين المعارضين للنظام سواء اللاجئين النازحين المقيمين على المشاركة بهذه العملية الانتخابية في مستقبل سوريا؟ هل لدينا سجلات للناخبين؟ هل لدينا خطوات لتهيئة المعارضين؟ ليس بالضروري أن يكونوا من الائتلاف، أي من المعارضين السوريين، لإجراء توافقات على مرشحين من قبلهم جميعا، بدلا من أن يدخلوا في تنافس ينعكس سلبا عليهم ويهيئ فرصة لنجاح ذيول النظام. هذه هي الأهداف من تشكيل هذه الهيئة. وأيضا يعني هي تقوم الآن أو ندرس الآن بأنها تتولى الإشراف على انتخابات المجالس المحلية والنقابات والتجمعات والأحزاب وأيضا أجسام المعارضة ومنها الائتلاف كتمرين على الحياة السياسية. نحن بحاجة لهذا التمرين كي نخوض التجربة الديمقراطية في سوريا. شكرا لك ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك.